Technical Principles of HBase. أهداف المحاضرة إن احنا هنتعرف على System Architecture of HBase, ال Key Features of HBase, ال Basic Functions of HBase, كذلك هواوي Enhanced Features of HBase. First, Introduction to HBase. ما هو ال HBase؟ ال HBase ده Column Based Distributed Database اتبنت على التوب اوف اتش دي اف اس, وده معناه ان الاتش بيز بيستخدم الاتش دي اف اس كستورج او كفايل ستورج سيستم ليها هاي ريلابيليتي وبرفورمانس وسكالابيليتي. الاتش بيز في الواقع مشابه لجوجلز بيج تيبل اللي صمموها علشان يوفروا كويك راندوم اكسس للهيوج اماونت اوف ستراكشرد داتا. كذلك الاتش بيز ممكن نستخدمه علشان نستور ونعمل بروسيس لبيج تيبل داتا اللي ليها بليونز اوف روز اند مليونز اوف كولومز. كمان بيوفر ريال تايم ريد اند رايت اكسس للبيانات الموجوده في الاتش دي اف اس. بالاضافه ان اتش بيز بيستخدم زو كيبر ككولابوريشن سيرفيس. باختصار الاتش بيز هو هادوب داتابيز بيتميز انه ديستريبيوتد وسكيلبل بيج داتا ستور. احنا عارفين كويس ان اوراكل ومايسكل وكتير من الكومن داتابيزز بتسمى بالريليشنال داتابيز او الار دي بي, بس الاتش بيز بيدعم النو سكيل داتابيز او انه ما يبقاش في مش محتاجين للسكيل لانجوج يعني نوت اونلي سكيل, وهذا يشير ان الاتش بيز نون ريليشنال داتابيز زي مونجو وريدس. HBase versus RDB. عايزين ندرس أوجه الاختلاف ما بين ال HBase وال RDB. ال HBase distributed, وده معناه إنه سهل في الفهم لأنه مبني على قمة ال HDFS. بالإضافة إنه column oriented. يعني إيه column oriented؟ عادة في أي جدول خاص بأوراكل أو MySQL البيانات كانت بتخزن في صفوف, والبيانات ممكن نضيف لها أو نعدلها أو نقراها بس في صفوف. لكن إذا احتاجنا لكل البيانات الموجودة في أحد الأعمدة ممكن نحتاج نقرأ الصف بالكامل للحصول على البيانات, وفي الحالة دي هنضطر نقرأ بعض البيانات الغير ضرورية, وده سبب إيجاد طريقة أخرى لتخزين البيانات وهي التخزين بالأعمدة باي كول. هنا البيانات ممكن تقرأ وتحسب بالعمود, ولكن عندما يقرأ صف نحتاج لعدة input output operations, ولهذا في ال HBase الداتا بتتخزن باي كولوم, وهو ده اللي بنطلق عليه كولوم بيز, وطبعا يختلف عن الريليشنال داتابيز او الار دي بي. الريليشنال داتابيز معروفه ان هي فيكسد داتا ستراكشر. يعني ايه؟ يعني اذا عندنا جدول خاص ببيانات الموظفين والاعمده بتحتوي على الاي دي والنيم والفون والادرس, كل الاتريبيوتس الخاصه بكل عمود ثابته. عشان كده بنحتاج نعمل حاجه اسمها بري ديفاين للداتا ستراكشر قبل ما نحط اي بيانات لاي جدول, بينما في ال HBase ما بنحتاجش نعمل ده, ممكن نعمل dynamic extension of columns. يعني مثلا جدول الموظفين في ال HBase الريكورد الاول عندنا ID و name, الريكورد التاني عندنا ID و name و phone, الريكورد التالت عندنا ID و name و address. كل ريكورد ليه columns مختلفة. الكولومز ممكن يتعمل لها حاجة اسمها dynamic extension. بالاضافة ان ال HBase بيدعم ما يطلق عليه common commercial hardware, وده طبعا بيقلل لي التكلفة في حالة عمل اي expansion. اما في ال RDBs ال expansion بيبقى مكلف جدا, كما ان ال RDB معروفة ان هي input output intensive. data stored by row, زي ما احنا قلنا قبل كده ان في حالة ال data stored by row عندي fixed amount of space محدد لكل row. الادفانتجز للطريقه ديت ان انا اقدر اضيف واعدل واقرا الداتا باي رو, وطبعا الديس ادفانتجز ان انا لو انا محتاجه بعض البيانات من كولوم محدد في كل مره اثناء البروسيسنج هيبقى عندي بيانات غير ضروريه في العمليه اللي بقوم بيها. في الداتا ستورد باي كولوم الادفانتج ان انا اي داتا هقدر اقراها واعمل اي كالكوليشنز خاصه بيها باي كولوم. اما الديس ادفانتجز هو ان انا لو عندي رو عايزه اقراه في الحاله دي هحتاج مالتيبل انبوت اوتبوت اوبريشنز. الابلكيشن سيناريوز الخاصه باتش بيز, ممكن بستخدم الاتش بيز في ابلكيشن سيناريوز لو انا محتاجه مثلا توفير دخول عشوائي سريع او ما يطلق عليه فاست راندوم اكسس للماسيف داتا, لو انا محتاجه هاي ثروبوت, او لو انا محتاجه اعالج ستراكشرد وان ستراكشرد داتا زي التكست فايلز والايمجز والفيديوز والويب بيجز كله ات ذا سيم تايم.
او اكون لست بحاجة لل ACID features الخاصة بال traditional RDBs. ايه هي ال ACID ديت؟ هي stand for atomicity, consistency, isolation و durability, ودي مجموعة من الخصائص بتضمن normal database transactions. الاتوميستي بتتطلب ان كل ترانزاكشن يكون all or nothing, يعني اذا حدث fail في جزء من الترانزاكشن يبقى كل الترانزاكشن will fail. الكونسيستنسي دي معناها ان لو انا عندي A و B بتساوي 10 مثلا, لو اي ترانزاكشن اتغير القيمة بتاعت ال A وال B لازم برضو تتغير. الايزوليشن بيضمن لي انه اتنين او اكتر من الترانزاكشنز لو مش هيتنفذوا في الانترليفد مانر, وده هيسبب داتا انكونسيستنسي. الديورابيليتي تعني ان انا بعد تنفيذ اي ترانزاكشن بنجاح التعديل اللي هيحدث للداتابيز هيكون ريتيند بيرمننتلي, يعني هنحتفظ بيه بشكل دائم ومش هينفع يتغير الا اذا كان ضروري. لما ما نكونش محتاجين للخصائص دي هنقدر نستخدم ال HBase. Position of HBase in Fusion Insight. ال HBase basic component لتخزين الماسيف داتا, وزي ما قلنا هو column based و distributed storage system اتبنى on top of HDFS, وعندنا بعض الحالات اللي Hive و Spark بيعتمدوا فيها على ال HBase for upper layer analysis. لو نظرنا على الستورج ميكانيزم وازاي بتتخزن البيانات فعليا في HBase, هنلاقي ان الداتا موديل في HBase بيكون كي فاليو, وده معناه ان البيانات مخزنة على هيئة كي فاليو بيرز. الكي بيستخدم to quickly query data record, والفاليو بيستخدم لتخزين البيانات الخاصة بالمستخدم, ولكن كل كي بيقابله many values. يعني مثلا في هواوي كل واحد له ID number نقدر نعتبره الكي, الكي ده بيقابله النيم والايدج والفون الادرس وكمان انفورميشن اخرى. لما نيجي نستخدم الاي دي نمبر علشان نعمل كويك كيوري, ازاي نتاكد ان احنا حصلنا على النيم فاليو مش على الايدج مثلا؟ ده سبب ليه الكي فاليو لازم تخزن معاها وصف لنفسها, يعني مثلا التايب, التايم ستامب, التايب انفورميشن, كل ده يحتاج بعض الاستراكشرد سبيس. زي ما قلنا ال RDBs بتعمل predefined لل data structure في ال database كمجموعة من ال tables التي تحتوي على ال fields with well defined types. في المقابل عندي ال key value system بتعمل مع ال data لأنها single object collection, يعني ليها different fields لكل record, وده بيوفر خاصية المرونة وكمان أقرب ما يكون لل modeling concepts زي الـ Object Oriented Programming, لأن الـ Optional Values ما بتكونش ممثلة بالـ Placeholders زي ما بنشوف في معظم الـ RDBs. الـ Key Value Storage عادة بتستخدم Less Memory عشان تخزن نفس الـ Databases, وده طبعا بيحسن في الـ Performance لبعض الـ Workloads العالية. هنا الـ Keys Implemented كبايت Arrays ومترتبة in byte logical graphical order, حيث ان ال lowest order بيظهر اولا في الجدول, وده يعني ببساطة ان الكي بيتعمل له sorting byte by byte from left to right. فبعد لما الكي بيترتب او بيتحدد الاوردر بتاعه, ال data sub regions بيبدأوا يتخلقوا based on the row key range. كل sub region هو basic distributed storage unit مخزن في different node. الكي فاليو بير لي سبيسيفيك فورمات بيحتوي على الكي انفورميشن زي التايم ستامب والتايب, هو بيتكون من 7 اجزاء ان توتال. زي ما عرفنا ان السيم كي ممكن يقابله عده فاليوز, واحنا بنقدر نستخدم السبع اجزاء دول عشان نقدر نفرق بين الديفرنت فاليوز المقابله للكي دوت, بحيث ان كل كي فاليو له كولوم كواليفاير. برضو المالتيبل فاليوز ممكن تقابل سيم رو كي وكولوم كواليفاير. احنا عارفين ان البيانات ممكن تتعدل في الاتش بيز, عشان كده ممكن يتواجد عندي مالتيبل فيرجنز لنفس الداتا ريكورد, وفي الحاله دي بفرق بينهم باستخدام التايم ستامب. هنا يجب ان نتذكر ان الاتش بيز دايما هيرجع لي الليتست فيرجن لو انا ما حددتش التايم ستامب. الكولوم فاميلي بتتكون من one or more columns, الكولوم بيكون labeled under the column family. Second,
functions and architecture of HBase. HBase architecture. HBase بيتكون من الأجزاء التالية. أولا ال H master اللي هو بينقسم ل active H master و standby H master في حالة ال high availability mode. ال active H master بيمانجر region servers الخاصة ب HBase بما في ذلك عمليات ال create وال delete وال modify وال query of a table. بيبالانس اللود اوف ريجون سيرفرز وبي ادجست الديستريبيوشن اوف ريجونز، كمان بي سبليت الريجونز وري ديستريبيوت الريجونز بعد ما يحصل سبليتنج، بالاضافه انه بي مايجريت الريجونز اذا حصل فيلينج للريجون سيرفر. لما الاكتيف اتش ماستر بيحصل فيها فيل او اي مشكله عابره، الستاند باي اتش ماستر بيتيكس اوفر سيرفيسز. الريجون سيرفر بيقدم خدمات الريد والرايت للتيبل داتا كوحدة داتا بروسيسنج وكمبيوتنج خاصة بالاتش بيز. الريجون سيرفر دايما بيوظف مع الداتا نود الخاصة بالاتش دي اف اس كلاستر علشان يخزن الداتا. الكلاينت بيكوميونيكيت مع الاتش ماستر والريجون سيرفر باستخدام الاتش بيز ار بي سي ميكانيزم. الكلاينت بيكوميونيكيت مع الاتش ماستر فور مانجمنت وبيكوميونيكيت مع ريجون سيرفر فور داتا اوبريشن. الزو كيبر بيوفر خدمات الـ distributed coordination لكل العمليات اللي بتتم في الـ HBase cluster. كل region server بيregister مع الزو كيبر بحيث ان الـ active H master يقدر يحصل على الـ health status of each region server. الـ HDFS بيprovide highly reliable file storage service للـ HBase، وبالتالي معظم الـ HBase data بتتخزن في الـ HDFS. داخل كل region server عندي 5 components أساسية: store, mem store, store file, h file and h log. region بيتكون من one or more multiple stores. كل store بيقابله column family والstore بيتكون داخله one mem store. الداتا ممكن يتعمل لها insertion للregion by client وبعدين يحصل لها cache to the mem store. لما المام ستور كاباسيتي بتوصل للأبر ليميت، الريجون سيرفر بيفلاش الداتا للمام ستور تو اتش دي اف اس. كل الداتا كل الانسرتد داتا لما تزيد، كل ما يظهر عندي مالتيبل ستور فايلز في الستور، عدد الستور فايلز دوت لما بيوصل لأبر ليميت محدده، الريجون سيرفر بيميرج مالتيبل ستور فايلز انتو وان بيج ستور فايل. ال H file هو ال storage format الخاص بال store files في ال file system. ال H file في الواقع هو ال underlying implementation of store files في ال H base. ال H log بي prevent ال data انها تفقد لما region server يحصل له failure، وال multiple regions in a region server بي share the same H log. الفيجر هنا بتوضح لنا ازاي H master بي manage ال region servers الخاصة بال H base، وده يشمل عمليات الكرييت والديليت والموديفاي والكيري اوف تيبل. كمان بيبالانس اللود اوف ريجون سيرفر عن طريق انه بيادجست الديستريبيوشن اوف ريجونز او يسبليت الريجونز احيانا او يعمل ريديستريبيوشن للريجونز بعد السبليتنج، بالاضافه انه بيمايجريت الريجونز في حاله ان ريجون سيرفر حصل فيه فيلير. اتش ماستر بيبقى دايما في الاكتيف ستاند باي مود. الكلاستر ليها 2 اتش ماستر بروسيس. لما الكلاستر بتبدا تشتغل بيبقى البروسيسنج بيكمبيت مين هيبقى الاكتيف اتش ماستر. عندي اونلي وان اكتيف اتش ماستر والستاند باي اتش ماستر بيبقى في وين ستيت، يعني مش هيجيت انفولفد في اي كلاستر ترانزاكشن طول ما الكلاستر شغال. ريجون سيرفر هو الداتا بروسيسنج يونت الخاصه ب اتش بيز والمسؤوله عن عمليات الريد والرايت للتيبل داتا. الريدنج سيرفر دايما بيتعمل له ديبلويمنت مع الداتا نود اوف اتش دي اف اس كلاستر عشان يخزن البيانات. كل الريدنج والرايتنج ريكويستس اوف يوزر داتا بيحصل لها هاندلنج بناء على الانتر اكشن ما بين الريجونز على الريجون سيرفر، وزي ما قلنا الريجونز ممكن يتعمل لها مايجريشن بتوين الريجون سيرفرز. في ال HBase ال data table بتتقسم ل sub tables based على range of key values عشان نعمل distributed storage. ال sub table دي بنسميها region
ودي الموست بيزك ديستريبيوتد ستورج يونت في الاتش بيز. كل ريجون بيبقى اسوشيتد مع كي فاليو رينج بنقدر نحدده يوزنج ستارت كي واند كي. زي ما احنا شايفين في الفيجر هنا عندنا كل ريجون قدامها ستارت كي واند كي. يعني مثلا في ريجون 1 عندي رو 001 ده ستارت كي والاند كي رو 010. كل ريجون محتاج يريكورد اونلي الستارت كي لان الاند كي بنعتبره ستارت كي للنكست ريجون. عندنا نوعين من الريجونز، الميتا ريجون واليوزر ريجون. الميتا ريجون بتريكورد الراوتينج انفورميشن لكل يوزر ريجون. الادرس اوف ميتا ريجون بيبقى مخزن في الراوت تيبل في الزو كيبر، اما الادرس بتاع اليوزر ريجون بيبقى مخزن في الميتا تيبل. الكولوم فاميلي دي الفيزيكال ستورج يونت الخاصه بالريجون. التيبل بتتكون عندي من 1 اور مور كولوم فاميليز افقيا. الكولوم فاميلي ممكن تتكون من مالتيبل راندوم كولومز. وزي ما قلنا ان الكولوم بيبقى ليبلد اندر الكولوم فاميلي ونقدر نضيف له بيانات حسب الطلب كل ما يبقى عندي بيانات مضافه. الكولوم فاميلي بيسبورت الديناميك اكسبانشن، فبالتالي النمبر والتايب بتاع الكولومز نقدر نستخدمه بدون الحاجه للبري ديفاين. الكولومز بتاعت التيبل في الاتش بيز ار سبارسلي ديستريبيوتد، وكذلك النمبر والتايب اوف كولومز في الديفرنت روز ممكن يبقوا مختلفين. الزو كيبر بيبروفايد الفولوينج فانكشنز للاتش بيز اللي هي الديستريبيوتد لوك سيرفيس، الايفنت ليسننج ميكانيزم، المايكرو داتابيز رولز. ونقدر نختصر كل دول في تو مين فانكشنز. نقدر نقول ان الزو كيبر بيبروفايد الديستريبيوتد كوردينيشن سيرفيسز لكل العمليات اللي بتتم في الاتش بيز كلاستر. كمان كل ريجون سيرفر لازم يريجستر مع الزو كيبر بحيث ان الاكتيف اتش ماستر يقدر يحصل على الهوست ستاتس لكل ريجون سيرفر. الميتا داتا تيبل دي سبيشال اتش بيز تيبل بيستخدمها الكلاينت علشان يقدر يلوكيت الريجون. الميتا داتا تيبل بتعمل لها سبليتنج وتتحول لمالتيبل ريجونز زي ما احنا شايفين في الفيجر كده. الميتا داتا انفورميشن لكل ريجون مخزنه في الزو كيبر. ثيرد كي بروسيسز اوف اتش بيز. الاتش بيز نقدر نشبهه بالمكتبه، حيث ان الريجون سيرفر هنعتبره احد ادوار المكتبه، بينما الريجون هو احد البارتيشنز اللي فيها كتب بتتحدث عن مجال محدد. فالكتب اللي ليها سيم تايب هتتخزن في السيم ريجون. يعني مثلا لو احنا اعتبرنا ان الدور الاول هو ريجون سيرفر وبيحتوي على مالتيبل ريجونز، كل ريجون في مجموعه من الكتب في تخصص محدد، فريجون نمبر 1 هيحتوي الكتب الخاصه بالاحياء، وريجون نمبر 2 هيحتوي على الكتب اللي بتتكلم عن البيئه. اول خطوه في الرايتنج بروسيس هي ان الكلاينت بينيشيت الريكوست، والعمليه دي مشابهه بالظبط لان عندي مورد كتب بيبعت كتب للمكتبه. طيب انهي دور بالظبط في المكتبه الكتب دي هتروح، او بطريقه اخرى عايزين نقول الكتب دي هتتوجه لاي ريجون سيرفر واي ريجون تحديدا. زي ما احنا شايفين في الفيجر هنا، احنا لو اعتبرنا ان ريجون سيرفر هو الدور الاول يبقى الكتب كلها هتصل على الدور الاول، بعد كده هيتم توزيعها على الريجونز حسب التخصص بتاع الكتاب. علشان نقدر نلوكيت الريجون سيرفر لازم في الاول نتاكد ان الاتش بيز كلاينت بيكونكت مع الزو كيبر، واحنا عارفين ان طبعا الاتش بيز ميتا تيبل متخزنه في الزو كيبر. الاتش بيز ميتا تيبل بيريكورد كل الانفورميشن الخاصه بكل يوزر في الريجون بما في ذلك الرينج اوف رو كي والريجون سيرفر. بناء على الميتا تيبل نقدر نلوكيت الريجون سيرفر بتاع الريجون اللي ليه الداتا هتبقى تتخزن او تتكتب. بعد ما بنحصل على المعلومات الخاصه بالداتا نبدا نعمل جروبينج للداتا، يعني زي ما قلنا كل مجموعه كتب في تخصص محدد هنخليها في جروب واحد. في البدايه بنحصل على المعلومات الخاصه بالريجون والريجون سيرفر من الميتا تيبل زي ما قلنا. بعد كده بعد ما حددنا اللوكيشن بتاع ريجون وريجون سيرفر هنبدا نترانسفير الداتا للسبيسيفيك ريجون او الريجون المحدد طبقا للروكي او حسب الروكي اللي عندي. كل الداتا اللي موجوده على كل ريجون سيرفر بتتبعت ات ذا سيم تايم. عندنا عده انواع من الفلترز بنستخدمها لتحويل الداتا لجروبس. زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، اول خطوه هي ان احنا نحصل على المعلومات او البيانات الخاصه بالريجون والريجون سيرفر
من الميتا تيبل اللي موجودة طبعا في الزو كيبر. بعد كده بيبدأ عملية ترانسفير للداتا للريجون المحدد حسب الروكي، وزي ما قلنا برضو الداتا على كل ريجون سيرفر بتتبعت at the same time، وفي الحالة دي بيبقى عندنا الداتا متقسمة by region. بعد كده ال HBase Client بيكونكت للريجون سيرفر حيث يوجد الريجون اللي يحتوي على اليوزر تيبل. الكلاينت بيشو داتا اوبريشن كوماند للريجون سيرفر. الريجون سيرفر هيقوم بتنفيذ الكوماند ويكتب الداتا في الريجون. علشان يحسن الداتا بروسيسنج افيشنسي، ال HBase Client هيحتفظ بالداتا انفورميشن الخاصة بال HBase ميتا تيبل واليوزر تيبل في الميموري، بحيث ان اي ابلكيشن اول ما يبدا الداتا اوبريشن ال HBase Client بيطلب الريجون انفورميشن من الميموري الاول. لو ما فيش ماتشنج فاوند في الميموري، ال HBase Client هيبدا يعمل العمليات المسبوقه عشان يحصل على الريجون انفورميشن الخاصه بال HBase ميتا تيبل واليوزر تيبل. السلايد دي بتعرض لنا بعض السيناريوهات اللي بتؤدي للفلاش اوبريشن اوف ميمستور. ما هي الفلاش اوبريشن؟ هي عملية التخلص من الداتا من الميموري للديسك. Once flushing happen للميمستور، الميمستور of the whole region flushes. ويمكن ده بيرد على السؤال why او ليه العدد بتاع الكولوم فاميلي المفروض ما يكونش كبير. الفيجر دي بتوضح لي الامباكت of multiple H files. طبعا كل ما الوقت بيمر كل ما بيبقى عندي عدد من ال H files اكبر، وطبعا كل ما بيكون العدد كبير والفايلز اللي انا محتاجة افتحها للسيم كيوري كبير كل ما latency بتزيد، وده واضح في الفيجر ان latency بيزيد مع الوقت. علشان نتغلب على المشكلة بتاعت ال increase في ال H files، ال HBase بيقوم بعملية اوتوماتيكية باختيار بعض ال smaller H files ويضمهم لبعض ويريرايت them في one big file. البروسيس دي بنسميها compaction. الكومباكشن ديت فيها ميزة ان هي بتقلل لي عدد ال H files في كولوم family الخاص بالريجون، وكمان بتزود لي reading performance. عندي two kinds of compaction, major and minor. الماينور كومباكشن بيقلل عدد الستورج فايلز بانه بيري رايت سام سمولر فايلز لفيور لارج وانز، اما الميجور كومباكشن بيميرج ويري رايت كل الاتش فايلز اللي في الريجون لوان اتش فايل بير كولوم فاميلي. واثناء العمليه دي في جوبس ديليتد واكسبايرد باي ذيم سيلفز. ده بيحسن الريد بيرفورمانس، ولكن الميجور كومباكشن عشان بيري رايت لكل الفايلز عندي لوتس من الديسك انبوت اوتبوت والنتورك ترافيك ممكن تحصل اثناء العمليه دي، وده اللي بنسميه رايت امبليفيكيشن. الميجور كومباكشن ممكن نسكيدول نعمله سكيدول انه يران اوتوماتيكلي، بس من الافضل عشان نتجنب عمليه الامبليفيكيشن رايت امبليفيكيشن الميجور كومباكشن دايما بنعمله سكيدول انه يتنفذ في الويك اند. الفيجر هنا بتوضح لي بصورة مباشرة الفروق بين الماينور كومباكشن والميجور كومباكشن. الماينور كومباكشن بينفولف بارشيال اتش فايلز او جزء من الاتش فايلز خدهم وحولهم للارج فايل، اما في الميجور كومباكشن بياخد كل الاتش فايلز الموجودة ويحولها لوان بيج اتش فايل. لما الداتا سايز بتاعت الريجون بتزيد عن بري ديفاين ثريشولد بنضطر نعمل ريجون سبليتنج. الريجون سبليتنج بيقسم لي الريجون لتو سب ريجونز، واثناء العمليه ديت السيرفيسز زي الريدنج والرايتنج بيحصل لها سسبنشن لفتره قصيره من الوقت. الريدنج بروسيس الخاصه بالاتش بيز مشابهه تماما للرايتنج بروسيس اللي شرحناها في الاول. في البدايه الكلاينت بيانيشيت ريدنج ريكويست، وده يماثل طلب الكتب من المكتبه من احد العملاء. في الحاله دي البوك كود بيتحدد، وده شبه بالظبط الرو كي في ال HBase وبنسميه get request. ال get request عادة بيعتبر accurate search. في حالة ان كان عندي code range محدد يبقى كده هستخدم scan request which is a query by range، وبعد كده بلوكيته region بناء على meta table. بعد تحديد ال region server وال region المقابل للرو كيز بقوم بفتح السكانر عشان ابحث عن الداتا، لان الريجون في الميم ستورز والاتش فايلز اللي بتحتوي على الداتا.
عندي نوعين من السكانر عشان اقرا الداتا في الميمو ستورز او في الاتش فايلز. سكانر مقابل للاتش فايل بسميه ستور فايل سكانر، والسكانر المقابل للميمو ستور بسميه ميمو ستور سكانر. الفلتر بيساعد المستخدمين ان هم يقدروا يحطوا بعض الشروط او الفلترينج كرايتيريا اثناء السكان اوبريشن، واليوزر داتا اللي بتميت الكرايتيريا دي او الكونديشنز دي هي اللي بترجع لي. عندي بعض انواع الفلتر زي الرو فلتر، السنجل كولوم فاليو فلتر، الكي اونلي فلتر، والفلتر ليست. البلوم فلتر بيستخدم لو عايز اعمل كويك تشيك على بيس اوف يوزر داتا هي موجوده في لارج داتا سيت ولا لا. البلوم فلتر بيرجع لي ريزلت لو قال لي ان الداتا دي doesn't exist، ده معناه ان الريزلت دي مظبوطه جدا واكيوريت. لكن اذا رجع لي ان الداتا exist فهنا في احتماليه للخطا. الداتا ريليفنت ويز بلوم فلتر في الاتش بيز بتتخزن في الاتش فايلز. فورث، هواوي انهانسد فيتشرز اوف اتش بيز. الاتش بيز هو ديستريبيوتد ستورج داتا بيز يعتمد على الكي فاليو. الداتا الخاصة بالتيبل بيتم ترتيبها أبجديا وبناء على الرو كيز. لو البيانات المطلوبة ليها رو كي محدد بنعمل سكان داتا في الرينج بتاع الرو كي المحدد كده. الاتش بيز يقدر بسرعة يلوكيت البيانات اللي محتاجة تتقري، وده بيحسن لي الافشنسي. الفلتر فيتشر الخاصة بالاتش بيز بتتيح لي فرصة ان انا ابحث عن الداتا باستخدام كولوم فاليو محدد. الداتا كلها بيتعمل لها سكان في الاوردر بتاع الروكي، وبعدين بيتعمل لها ماتشنج مع الكولوم فاليو المحدد لحد ما بلاقي او بحصل على البيانات المطلوبة. العملية دي بتخلي الفلتر بيعمل سكان لبعض البيانات الغير ضرورية، لذلك الفلتر فيتشر ما بيقدرش يميت الهاي بيرفورمانس ستاندردز. وعشان نتغلب على المشكلة دي الـ HBase Secondary Index was generated. الـ Secondary Index بيenable الـ HBase انه يبحث عن الداتا بناء على column values محددة. لو نظرنا للجدول هنلاقي ان الـ Secondary Index مش مستخدم، ولو في حالة ان انا ببحث عن موبايل محدد زي مثلا اخر رقم في الكولوم بتاع الموبايل نمبرز 6 8 5 4 9 1 2، يبقى كده انا محتاجة اعمل ماتشنج ما بين الموبايل فيلد والانتاير تيبل باي رو علشان ادور على الموبايل ده، وده طبعا هينتج عنه لونج تايم ديلي. لكن في حالة استخدام السكندري اندكس، الاندكس تيبل هبحث فيها الاول وهحدد اللوكيشن بتاع الموبايل نمبر، وبكده ابقى ضيقت نطاق البحث وكمان قللت التايم ديلي. HFS هو الـ HBase File System، وده ستورج موديول مستقل بيستخدمه Fusion Insight HD للـ Upper Layer Applications. هو عبارة عن Encapsulation للـ HBase والـ HDFS Interfaces عشان يبروفايد الـ Upper Layer Application بالfunctions اللي زي File Storage والـ Read والـ Delete. في الهدوب Ecosystem الـ HDFS والـ HBase بيواجهوا مشاكل بسبب الماسيف ستورج في بعض السيناريوهات، زي مثلا ان الماسيف سمول فايلز ما بقدرش اخزنها في الـ HDFS لان النيم نود بيبقى عليها جريت بريشر. كمان اللارج فايلز ما بقدرش اخزنها دايركتلي في الـ HBase بسبب الـ HBase interfaces والانترنال ميكانيزم. HFS was developed للميكسد ستورج اوف ماسيف سمول فايلز واللارج فايلز في الهدوب. ال HFS اتاح لنا دلوقتي ان احنا نقدر نخزن الماسيف سمول فايلز واللارج فايلز في ال HBase tables. الابليكيشن سيناريو في الواقع هو ان الداتا باحجام مختلفة محتاجة تتخزن، سواء كانت image data او documents. الداتا اللي سايز بتاعها اقل من 10 ميجا بايت بنخزنها في ال HBase، وال HBase قادر على انه يستخدم ال best read وال write performance للداتا الاقل من 10 كيلو بايت. حتى لو السايز بتاع الداتا المخزنة في ال HBase كان اكبر من 100 كيلو بايت او وصل حتى ل 10 ميجا بايت، كل مرة نفس عدد الداتا فايلز هو اللي بتعمل له insertion، فبالتالي التوتال داتا اماونت بيكبر جدا وبيعمل compaction متكرر وسبليت متكرر،
وده للأسف ليه دروباكس ان هو بيعمل لي high CPU consumption, high disk input output frequency و low performance. ال MOB data بتتخزن في file system in H file format, اما بيانات ال address وال size information الخاصة بال H file فبتتخزن ك values في ال H base. ده طبعا بيقلل لي ال compaction وال split frequency في ال H base وبيحسن ال performance. زي ما واضح عندي في الفيجر هنا عندي MOB block وده بيمثل ال MOB store واللي متخزن في ال H region. ال MOB store ده بيخزن ال keys وال values لما بيقرا ال data, بالإضافة انه بيستخدم its own standard عشان يقرا ال key value data objects. كمان بيستخدم ال address وال data size information اللي متخزنة في ال H base ك value علشان يحصل على target data من ال file system. الشابتر دوت اتعرفنا على ال HBase, ال Key Value Storage Model, ال Technical Architecture الخاص بال HBase, كذلك ال Reading و Writing Process, بالإضافة لل Enhanced Features of Fusion Inside HBase. إذا أتممت المحاضرة أرجو محاولة الإجابة على هذه الأسئلة وذلك للتأكد من مدى الاستيعاب والفهم للمحاضرة, وشكراً.